أهلا بكم في برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين إن كان عبر الهاتف أو من خلال تفاعلكم على منصات التواصل الاجتماعي حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية. يمكنكم المشاركة معنا عبر الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة أو من خلال رسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب. كشفت إحصائيات رسمية عن وجود أكثر من 9 ملايين مواطن عراقي يعيشون تحت خط الفقر، وتشكل شريحة العاطلين نسبة تتجاوز 25% من العراقيين، وتتصاعد باضطراد بسبب انخفاض قيمة الدينار مقابل الدولار والظروف الاقتصادية التي يمر بها البلد. ويرتفع عدد المستحقين لرواتب الإعانة التي تمنحها دائرة الرعاية الاجتماعية للعاطلين عن العمل أو ذوي الاحتياجات الخاصة إلى نحو 9 ملايين مواطن، بعد إن كان العدد يصل إلى 3 ملايين عراقي. وبسبب اتساع معدلات الفقر لا يجد المواطن العراقي سوى هذا المنفذ لإعالة أسرته، على الرغم من أن الراتب القليل المخصص للعائلات الفقيرة ضمن مظلة الرعاية والذي لا يسد نفقات أسبوع واحد من الشهر في أحسن الأحوال. ويعاني المراجعون لدوائر الرعاية من الإجراءات الصعبة قبل الحصول على الراتب إذا لم يتوفر لهم واسطة، بحسب ما قال بعضهم. وتصل معاناتهم إلى الانتظار طويلا تحت أشعة الشمس وفي درجات حرارة مرتفعة وفي طوابير مكتظة في دوائر لا توفر أدنى مقومات العمل المؤسساتي الناجح، كما يحصل على سبيل المثال في دائرة اللجان الطبية المسؤولة عن الكشف طبيا عن المستحقين لرواتب الرعاية الاجتماعية في مدينة بابل. مقاطع متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، فلنشاهد. كما يعاني المراجع من وجود عدد قليل من الموظفين داخل دوائر الرعاية الاجتماعية كما يقولون، ما يتسبب في تأخير استلام المعاملات وترويجها نظرا لقلة الموظفين وعدم كفايتهم لاستقبال العدد الكبير من المتقدمين على الرعاية الاجتماعية. صور أخرى تبين انتظار عدد من المراجعين أمام دائرة الرعاية في ذي قار بسبب وجود موظف واحد، كما قالوا، لاستلام معاملاتهم وإدخالها في جهاز الحاسوب. دعونا نشاهد هذه اللقطات المتداولة. الرعاية العالم هنا بالشمس بالحر زين، الرعاية محافظة ذي قار، إذا تجي تراجع عليك انت توقف على الشباك، تمام؟ عين استاذ محمد هادي جاي يشوف الوضع انت شلون، وشوف الوضع هذا اللي مزري، يعني اللي تعبان والرجال الشايب والرجال الكبير جاي راجع هنا زين، خلينا هنا هذا الوضع، تمام؟ وعادة ما تستقبل معاملات الرعاية الاجتماعية في أبنية متهالكة تفتقر لأجهزة التكييف خاصة خلال فصل الصيف وتنتشر فيها النفايات،
في بغداد أظهرت صور حال دائرة الرعاية الاجتماعية بمنطقة الكرادة التي تصنف على أنها من أحد أحياء بغداد الراقية. دعونا نشاهد كيف بدت الصورة من هناك. معقولة هاي الرعاية الاجتماعية؟ يعني شيلها عقلكم، هاي الرعاية الاجتماعية بمنطقة الكرادة، المراجعة بالاسطوح بنص السكراب. معقولة هاي الرعاية الاجتماعية؟ يعني شيلها عقلكم، هاي الرعاية الاجتماعية بمنطقة الكرادة، المراجعة بالاسطوح بنص السكراب. دعونا نتابع آراء الجمهور العراقي على منصات التواصل الاجتماعي حول هذه الصور. جهاد مالك يقول: إيه معقولة؟ والمعاملة من 6 أشهر إلى سنة تلزم سراوات من الشباك بالشمس والحار، وبعدين يقول لك تعال باكر، وهذه الدائرة جنوب بغداد كلها عليها وحاسبة وحدة وآلاف المراجعين من العجز المعاقين والمرضى عليها. وسام الأمير يقول: كل دوائر الدولة مهملة من ناحية النظافة والترتيب وخدمة المواطن. عدي محمد يقول: هاي لأن دائرة حكومية تخص الفقير، هاي لأن مجمعات سكنية وأراضي اللي باقتها الأحزاب كان شفتها مثل الورد. يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل. أحمد جليل يقول: حكومة ما تحترم المواطن العراقي، ومن تجي الانتخابات يطلعون. معنا اتصال من العاصمة بغداد، أبو عمر، أرحب بك معنا. أبو عمر، شاهدت هذه اللقطات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي والتي تركز على دوائر الرعاية الاجتماعية إن كان في بابل أو في بغداد، اكتظاظ، بنايات متهالكة، طوابير طويلة، غير مجهزة هذه الدوائر لخدمات. كان من المفترض أن تكون هذه الدوائر يعني مجهزة بخدمات لأن من يأتي يحتاج إلى الرعاية. كيف شاهدت هذه الصور؟ هذه الصور أستاذ عمر، وتحياتي لقناة الرافدين والساد المشاهدين الكرام. يا هلا بك. أهلا بك عمر. إحنا نعرف الحكومة من أكو أمور ما تقدر تسوي شيء عليها. المفروض لازم يوجد عندنا تعيينات، لازم يوجد عندنا وظائف من أجل أن يكون البلد يعني للتقدم، أن يكون هاي بدل الشباب اللي قاعدين وعاطين عن العمل ومسويهم طوابير على مود يستلم الشهر 150 أو 100,000 دينار، هذه يعتبروها يعني صاحبين فضل على الشعب. هاي المسألة مسألة خاطئة، يعني مو يقنعون الشعب بمبالغ يعني ما تكفي أسبوع عندهم. يعني الناس عندنا محتاجة إلى أمور إيجار، محتاج أن الشاب أن يكون نفسه يتزوج، محتاج أن يكون عنده وظيفة يعني يخدم بلده. إذا جينا على موضوع الطوابير الطويلة، ليش ما يتحول النظام في الدوائر في العراق إلى نظام إلكتروني، بمعنى أنه المراجع يأخذ موعد هو قاعد بالبيت عن طريق الموبايل، عن طريق اللابتوب أو الحاسوب، مثلا يومك بعد يوم، موعدك بعد يومين، بعد ثلاثة، بعد أسبوع، حتى على الأقل تقل هذه الطوابير، تقل هذه الازدحامات في الدوائر الحكومية. يعني مو صعبة استاذ عمر، هذا الامور والناس السره وتعقيد الامور، هذا دلاله يثبت على فشل الحكومه. يعني من الاول من 2003 ولحد الان ما عندها يعني اي تقدم، ما عندها اي ثقافه، ما عندها اي انجاز تقدم للشعب. شوف العالم وين وصل، وشوف يعني الغرب وين وصل، شوف الشرق وين وصلوا والعالم، واحنا لحد الان بعدنا ناخذ سره طوابير على مود يجي للسرة أو يطلع اسمه أو بحتاج معاملته ينهيها. فهاي إدارة فاشلة يعني من يكون هي الزحام المفروض الخطر. يعني حتى إذا كانت الحكومة ما متقدمة، ما متطورة، ما اختفت يعني أمر بأنه حال بلدان أخرى والعالم. يعني هو قاعد خلال دقائق يجيب الدفاز، أو خلال دقائق ممكن معاملته تنجزه ويقدم له، ممكن أنه صاحب هاي المعامل اللي قدمها يجي له الموظف المعني به ويوصل له إلى داره. بس إحنا للأسف يعني لا من هاي إحنا شايفيها، ولا من يعني مكان مسويهم يعني أماكن تبريد، أماكن نظافة، شرب المياه الباردة يقدم لهم للأسف. يعني أبو عمر من بغداد معنا اتصال. علي من السماوة، تفضل علي. علي تسمعني؟ اسمعك. تفضل.
تفضل ابو حسين تفضل. الله يحفظك. يا استاذ أهلين. استاذ عمر انت مو؟ نعم تفضل. استاذ عمر انا رجال من اهل السماوة حاليا بتركيا تمام؟ يا هلا بيك. رحم الله والديك. انا كنت ناشط مدني طبعا انشر على محافظ المثنى تعرف انت احمد من في جودة انشر علي وهاي على الفساد مالتهم وهاي. نعم. فصدر علي امر قبض وانطلبت من الحكومه وانحكمت 20 سنه غيابي وما اعرف عليه من انا وهسه شارد بتركيا قسما بالله الله يشهد وعندي ادله وعندي يعني ادله هواي عندي على المحافظ فانا قلت خلنا اتصل على استاذ عمر اشكيله همي لان انا يعني بعد احنا ما نعرف من نروح يا يعني نروح لا ما نعرف زين علي شنو التهمه اللي حكمك عليها القضاء بالعراق ما نعرف الله هاي على الميليشيات حجي هم بالميليشيات وحضرة جناب المحافظ مال المثنى العصائب عندنا تعرف انت بالسماوة وباي محافظات العصائب نعم. والكتائب شو اسم المحافظ فالعصائب صدروا عليه امر للمكافحه بين هذا الشخص مطلوب ان للعصائب للميليشيات صدر امر قبض عليه من الحكومه تمام نعم المحافظ محافظ المثنى شو اسمه محافظ المثنى محافظ المثنى احمد منفي جوده نعم نعم وهاي اللوقيه الويا قسما بالله استاذ عمر الله يشهد ما اعرف انا شنو قضيته وعليه من شارد هسه بتركيا ومحكوم غياب عليه من ما اعرف سالفتي شنو هي خوش فانا عندي ادله هواي يعني راح انزلهن على الواتساب دزهن. نعم. واريدك تعرفهم قدام العالم كله حتى تفضحهم الله يفضحهم ان شاء الله والله يخلصنا منهم هم وميليشيات وماي الايرانيه الوقحه الخايسه الله يفضحهم ان شاء الله ارسلهم على الواتساب ان شاء الله صار عمر يحفظكم الله يشهد قناه انتم معدلين ومتابعكم انا وعلى راسي انتم مسلم راسك الله يبارك فيك بعد عمري استاذ عمر حياك الله اهلا بك الله يسلمك حياك اهلا بك هلا بك علي من السماوه كان معنا علاء من كربلاء تفضل علاء عليكم استاذ عمر وعليكم السلام ورحمه الله اهلا وسهلا بك شلونك اخي حياك يا اهلا بك هلا عيني تفضل حبيب قلبي هي الدوائر مالتنا احنا الدوائر مالتنا طبعا تصير هيجي نعم. احنا طبعا تصير الدوائر لان هي لول مو اختصاصه نعم. مو اختصاصه هم يجيبونه مو اختصاصه يعني هسه هذا الوزير وهذا مال العاطري هذا عدنان الاسدي مو اختصاصه يا اخي مو اختصاصه وانت شفت لك وزير هسه يجي لك يجي يزور الدوائر يجي يزور شو اسمه ما يجون يا اخي نعم يا اخي ما يجون يزورون الدوائر لان هم لان مو اختصاصهم يا اخي كلها ميليشيات والله احنا نبتلي يعني احنا نبتلي على اعمارنا نحكي مثل ما تفضل هسه اخي قدام هذا ابو السماوه يعني يصدرون عليك امر القاء القبض يذبوك بالسجن هسه نعم. احنا عندنا بكربلاء هسه طبعا هذا موضوع خارج الموضوع نعم. بس اريد ارد لك انت استاذنا الكريم تفضل عندنا جراج الموحد هذا مال كربلاء المقدس نعم جراج مليارات الفلوس كملوا جراج احنا هنا بكربلاء كملوا جراج يم الفريحه نعم. اخذتها العتبه الحسينيه اثنين نعم. هذا جراج الموحد هسه الله وكيلك من تطب لي خيسه جراج حشاك وحش نقول بوش يعني جراج ما ينطب تسقيف ماكو بس المن تحكي المن تحكي تحكي صدرون عليك امر قبض يذبوك بالسجن بعد ما يطلعوك لو ياخذ يجي حكي حكومه احنا عصابات ميليشيات عصابات انا لله وانا اليه راجعون بس هاي نقولها انا لله ونحفظ قناتكم اشكرك الله يبارك فيك عيني علاء من كربلاء كان معنا نذهب إلى ملف آخر في 24 من شهر تشرين الأول عام 2019 أي في أوجي ثورة تشرين حينها خرج محافظ المثنى أحمد منفي بتصريح إعلامي لامتصاص غضب العراقيين حيال حمام الدم الذي ارتكبته الميليشيات والأحزاب وقتها وأعلن عن توزيع قطع أراض مخدومة للمستحقين وكانت هذه الخطوة في إطار محاولات تهدئة الشارع في وقتها كما يقول ناشطون عراقيون دعونا نشاهد ما قاله المحافظ في عام 2019 حول موضوع الأراضي ونعود لتكملة هذا الموضوع فلنتابع سوف نوزع قطع أراضي واستكمل كل الإجراءات ما يقارب 30,000 قطعة في الأقضية والنواحي وهذه الاستمارة الآن أعدت من قبلنا واللجان المختصة من التخطيط والبلديات وعقارات الدولة والتسجيل العقاري والزراعة وسوف تكون هذه الأراضي في سنة 2020 مخدومة من الماء والكهرباء والطريق أيضا وضعنا موازنة خاصة لهذه الأراضي كيف أعطيه أرض وجرداء لا فيها خدمات
أيضا خصصنا مبالغ في سنة 2020 لإنجاز خدمات الماء والطريق والكهرباء. هذا التصريح للمحافظ المثنى في 2019، لكن المفارقة وبعد مضي نحو 4 سنوات على هذا الإعلان وبحسب شهود من أبناء المحافظة فإن هذه الأراضي لم تخصص عن طريق المفاضلة بين المستحقين، بل جرى توزيعها بصورة مباشرة من خلال محامين وسماسرة، فضلا عن إجبار المستفيد بدفع أموال مقابل تخصيص القطع، وفي حال امتنع يقومون بدفع مبالغ للحصول على تنازل عن هذه القطعة وبيعها من جديد من أجل مضاعفة الأرباح، كون القطع المخصصة تصنف على أنها مميزة. لتثير قضية سرقة هذه الأراضي الرأي العام في مدينة السماوة في محافظة المثنى إثر تورط مقربين من المحافظ، من بينهم شقيقه كما تؤكد مصادر محلية من هناك، بعدما قام هؤلاء المقربين بتخصيص أراضي للموظفين وتوزيعها بطريقة الدعوة المباشرة قبل أن تعتقل هيئة النزاهة شقيق المحافظ أسعد منفي وابن مستشاره المدعو عمار كاظم، كما أكد نواب عن المحافظة في شهر آيار الماضي. وضعت هيئة النزاهة يدها على ملفات بسرقة الأموال والأراضي، ومن ضمنها تسجيلات فيديوية في عملية مشابهة لما حصل في محافظة الأنبار بعد الكشف عن عملية احتيال كبيرة ساهمت بها إحدى دوائر البلدية وتورط المحافظ من خلال سرقة أراضي الدولة وتوزيعها على المواطنين. ردد مشاركون في تظاهرة السماوة هتافات من بينها كل القطع باعوها يا محمد السوداني. خلونا نشوف ونتابع. طلب المشاركون في بيان لهم عقب هذه التظاهرة بإقالة المحافظ أحمد منفي ومحاسبته وعدم تستر الحكومة على هذه الفضيحة. دعونا نشاهد جانبا من البيان قبل استعراض آراء الجمهور العراقي حول ملف الأراضي المسروقة في المثنى. محافظة المثنى الكرام، من أرض الثورات ومن أرض الشهداء والعطاء، بيان: بعد إنشاء الفساد وعم الخراب وباتت المحسوبية وهدر المال العام هي اللغة السائدة في محافظة المثنى، وبعد أن تم إدانة الحكومة المحلية المتمثلة برئيس هرمها المحافظ أحمد منفي بعدة ملفات وثقتها الجهات الرقابية، وبعد أن تم اطلاع الحكومة المركزية على كل ما ذكر، لذا ومن هنا نعلن مطالبتنا إلى السيد رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني بسحب يد محافظ المثنى ومن ثم إقالته عبر البرلمان، خاصة من أهالي محافظة المثنى حول هذا الموضوع. ماهر لطيف يقول: حاليا سنة 2023 راح تخلص، وكل شيء ما شفنا من استحقاقنا من قطع الأراضي بعد ليش وقت هو جضل بيها السماوة، يقول بس الرصيف. وسام العراقي يقول: هسه احنا بسنة 2023 وانت ما موزع، شو وقت توزع؟ علي سوادي يقول: ايه صحيح، وزعت قطع اراضي على اخوانك وعلى اللي ساندينك، هذا وعدك مثل ما وعدت، وقلت الكهرباء سنة 2020 راح تكون 24 ساعة، بس الظاهر الكهرباء والقطع فقط لك ولجماعتك والربعك. عباس نور يقول: اكبر سراق بتاريخ محافظي العراق، حتى في ايام العصر الحجري ما اجى واحد مثلك، سوف يتحدث التاريخ عن أكبر سارق في العالم، كما يقول عباس نور في هذا التعليق. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة وملفات أخرى سوف نناقشها معكم، فابقوا معنا، فاصل ونعود لكم.
برنامج مع الناس يبث قضايا سياسية واجتماعية مختلفة. معاناتنا ليس لها حل، ما لها مثيل أبد كل العراق. نازل نازل نازل. خرجنا مطالبين بإزالة هذه المنظومة السياسية من جذورها، من المدرسة للشغل، من الشغل للمدرسة، وما نقدر، حالتنا تعبانة. نعيش مع الناس لنكشف ما يواجههم من مشاكل يومية. خذوهم وما ندريها صار لهم 4 سنين، ما ندريهم حيين طيبين. نوصل صوتهم إلى الرأي العام داخل العراق وخارجه. مع الناس تشاهدونه على قناة الرافدين في الأوقات التالية. أهلا بكم من جديد. يعاني العراق من تدهور بنيته التحتية عقب الاحتلال الأمريكي وإرهاصاته، فضلا عن السياسة الاقتصادية المعتمدة على الاقتصاد الريعي وحيد الجانب التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة، والفساد الكبير الذي رافق تنفيذ المشاريع، إذ يلاحظ بعد عام 2003 وإلى اليوم أن كثيرا من مشاريع البنى التحتية في العراق الجديد رديئة وليست بالمستوى المطلوب، حتى وصل الحال إلى أن تشهد بعض الأقضية إهمالا كبيرا المرافق التحتية، ووصل الحال بسكانها بالمناشدة مرارا وتكرارا لصيانة هذا الجسر الآيل للسقوط أو تعبيد شارع هنا أو هناك. في قضاء الكفل الذي يتبع لمحافظة بابل على سبيل المثال من المقاطع المتداولة من هناك، وعلى الرغم من أهمية القضاء كونه حلقة الوصل بين طريق الشمال والجنوب، إلا أن المناشدات بتشيد جسر ثاني للقضاء قبل أن ينهار الجسر الموجود بسبب الزخم الكبير عليه، لم تلقى آذانا صاغية حتى الآن كما يقول الأهالي هناك. دعونا نشاهد كيف عبر أحد المواطنين حول هذا الموضوع في المقطع التالي. أنا بداية الجسر، وهذا الجسر الوحيد في قضاء الكفل، ومو بس أهل الكفل، أعطيكم معلومة، هذا الجسر كل العراقيين، لأن 7 محافظات تعبر عليه، من بغداد اللي جاي، من الناصرية اللي جاي، من الحلة اللي جاي، إلى آخر من الديوانية، فقاعد يصير اختناق كلش قوي هنا وازدحام. أهالي الكفل قبل سنة السبعينات هم يطالبون بجسر بس شفويا. قبل 4 أشهر الأستاذ عبود الطفيلي طالب بجسر ورفع مشروع وسوى تصاميم على تنمية الأقاليم، سوى له تصاميم ورفع مشروع خطة 23. شفت الأستاذ عبود فيديو قبل 20 يوم يحكي ويا المقاول، يقول لي المقاول سعد عبود، يقول لي المقاول ليش هذا احنا ما نريدك من تشتغل سد الجسر، لا خلي هذا يا سعد عبود الجسر ينسد، حتى من يجي الوزير ويجي المسؤول من بغداد حتى يعرف اهالي الكفل ليش طالبوا بجسر ثاني حتى ينفك هذا الازدحام والاختناق. ربما لم يحالف الحظ أهالي قضاء الكفل وتستجيب الحكومة لهم كما وضح هذا المواطن الذي شاهدناه قبل قليل، إلا أن الأمر كان مختلفا مع أبناء قضاء عفك في محافظة القادسية بعد أن استجابت الحكومة لهم بتشييد جسر جديد. لكن يا فرحة ما تمت مثل ما يقول المثل الشعبي، إذ طلب أبناء القضاء بجسر كبير لتطوير القضاء، لكن الحكومة استجابت لهم بتوفير جسر بنفس مواصفات الجسر القديم وبنفس الموقع، ليثير هذا الأمر امتعاض سكان القضاء على مديرية الطرق وجسور الديوانية ووزير الموارد المائية عون ذياب الذي وعد أبناء القضاء بتشييد جسر جديد، قبل أن يتفاجأوا بأن الجسر هو نسخة مكررة لنفس الجسر السابق. دعونا نشاهد
هذه اللقطات. مثل ما تشوفون أهالي قضاء عفك، هذا الجسر القديم، هذا كون كريت، وهذا الجسر الجديد، هذا نفس الحجم ونفس النسخة، يعني ما تغير أي شيء. هذا الجسر اللي من اجى وزير الموارد المائية عون ذياب وشاف معاناة الناس هنا بالازدحام، وطانا هذا على أساس هدية. هاي الهدية يعني احنا هذا صغير احنا نعاني من عنده، والناشد وصار لنا سنين نطالب ونتظاهر وانشر فيديوهات وناشد وصيح وشحرج واحكي اناشد، اقول هذا سبب ازدحام هنا بالفواتح والمواكب والمناسبات هنا، يعني الناس من تسوق يسبب ازدحام. هذا الجسر عانينا من عده، كلش عانينا من عده، وطالبنا وهالي عفك طالبه وقالوا هذا نريده توسعه جسر كبير، هذا جبتونا هذا نفسه ما تغير شيء، هذا نفسه. دعونا نتابع بعض آراء الجمهور العراقي حول المشاريع في العراق. أسعد الصائغ يقول: على أساس أن يكون 4 أمتار، يقصد الجسر، واستبشرنا خيرا، طلع 2 متر عرضة. يقول: وين راحت البقية؟ يتساءل. سيوفي الحمزاوي يقول: والله لو باقين على القديم أحسن بهواي، على أقل القديم كونكريت عفية قضاء، أبد ما يتطور الفساد البي ما ينوصف، كنا قضاء عفق ما قابلين بهذا الجسر الضيق. علي يقول: كارثة والله، هو هذا مدخل عفق، المفروض شوارع بأجمل صورة. ثائر سعيد يقول: للأسف إهمال واضح، لم يكن هناك أي اهتمام لهذا الأمر. معنا اتصال أبو علي من واسط، أرحب بك معنا أبو علي. كيف ترى المشاريع في العراق بعد 20 سنة من عملية سياسية جديدة كان من المفترض أن تجعل من العراق موذجا يحتذى به في المنطقة؟ مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا جمهور الراحلة. صراحة اللي تمر به عفك والحلة واسط كذلك ذي قار البصرة، هذول كلها كل محافظات العراق الشمالية أو الشمالية عوفنا، والله هذول جماعة مسوين على قولتهم إقليم ويشتغلون به، لكن الغربية والوسط والجنوب. أنا أتكلم عن الجنوب، يعني إحنا كنا في نظام بعثي دكتاتوري مستبد. الآن جون هذول اللي كانوا يسمون نفسهم معارضة، اللي كانوا على أساس أنهم معارضين الحكم بالعراق، زي من إجوا هم، يعني إحنا كنا النادي بالانتفاضة، الله أكبر يا عزيز، حاكم جعفري، جانا الحاكم الجعفري شنو سوانا؟ رجعنا للقرون الوسطى. هم صحيح إجوا وحكموا، لكن حكموا إلمن، حكموا للفساد، حكموا حتى يحمون نفسهم. الآن ماكو أي مشروع نفذ بالعراق بعد 2003 إلا أنه ما دام حوالي أقل من 5 سنوات، وحتى المشروع اللي ينفذ أساساً أكو أساس إلى قديم وينفذونه هم من جديد. يعني هم المشروع اللي ينفذونه يردون بس أنه يأخذون به فلوس ويبوقونه. تجي للموظفين، فساد عند الموظفين موجود، 4 بمكتب بيناتهم يتناوبون مع المدير، يداوم 1 كل يوم، والبقية قاعدين يروحون يشتغلون بشغلات ثانية. معاملات الموظفين تتعطل، والسبب الفساد الموجود بالدائرة نفسها، بالمدير، بالوزير. كل المشاريع الموجودة حاليا أستاذي الكريم بالعراق ما شهدت أي تطور، مجرد أنه يعني شلون اللي يسمونه كرتون من وراء، لا أكثر ولا أقل. مع أنه موجودة أموال، يعني إحنا تقريبا سنويا جاي يدخلنا الموازنتنا أكثر من 80 مليار دولار. نعم. جينا 80 مليار دولار، لا عدلت كهرباء، لا جتنا، لا عدلت المجاري، لا عدلت المي، لا عدلت المشارع، لا عدلت. إحنا من حقنا كشعب هذا وين تروح؟ أنا دائما أكرر عن طريق يعني برنامجك وعن طريق قناة الرافدة، إنه أي فساد موجود يا اخوان نشروا على الفيسبوك، نشروا، خل توصل على الاقل انه إن انت اللي عليك، ما نقدر، احنا ما نقدر نوصل المسؤولين، ما نقدر نحاكي احد. نعم. لان اساسا اللي موجودين بالمحافظات ما يمثلون، وحتى الموجودين بالبرلمان ما يمثلون الشعب، هم يمثلون فقط تابعين الاحزاب المستفزقين والاحزاب.
فالامور الفساد هذا الموجود انا انشر على الفيسبوك، اشوف لي حرامي واحد، رشوه، مشروع فاشل، غيرها، اصور وانشر على الفيسبوك، على تويتر، على انستغرام، وعلى اي وسائل تواصل. هذا كاقل شيء احنا نخدم به وطننا، نخدم به، ما نقدر نسوي شيء. يعني اشكرك على المعطي. شكرا لك ابو علي من واسط كان معنا. معنا ام سجاد من واسط كذلك، تفضلي ام سجاد، مرحبا بك. أنا مودي العفو، يعني شنو صار؟ ما سمعت عنه بشي، لأن أنا رجل سجين هنيت. نعم والله لحد الآن لم تصدر الحكومة قرار حول موضوع قانون العفو. نعم يعني يأمنون، والله تعبنا، يعني لحد الآن يوميا يأمنوننا، يوميا يأمنوننا، وهسه يعني بس جنانة، يعني حتى مخابرة ما يقابلون، حتى تليفونات ما ينطونهم. يعني أنا زوجة هسه مسجون بغداد بالرصافة، يعني مقابل ملعب الشعب بالإفراجات، يعني موبايل ما ينطون يخابرونه. شنو التهمة أم سجاد؟ تقريبا بالشهر ما يخابرني. شنو التهمة؟ تهمته شنو اللي ينسجن عليها؟ شنو تهمته اللي ينسجن عليها؟ الشرطة على حدود سوريا، يعني صار عندهم تهريب صار عندهم، والويا يعني عمته هو ما بيها، يعني شلون مخبر سري، يعني شنو التهريب اللي هربوها علي؟ ايش هربوا؟ يعني هم هناك على حدود سوريا جاي يطلعون طليان تدشين من هناك الحدود سوريا اللي هم بالمنطقة، هو على الكاميرات مخلينه وياهم، يعني على الكاميرات ويا جماعة. نعم الكاميرات طافية، شنو هو؟ يعني دبوها براسه، يعني صارت علي. نسأل الله أن يفرج عن الأبرياء. أم سجاد من واسط، وهذه مناشدات يعني عشرات الألوف من العوائل العراقية لإقرار قانون العفو العام، خاصة عن الأبرياء، وإعادة التحقيق بملفات من تم زجه بالسجون بسبب قضية المخبر السري أو الوشاية. معنا أبو عبد الرحمن من الناصرية، أرحب بك. معنا أبو عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن تسمعني؟ أبو عبد الرحمن. أبو فارس من صلاح الدين، تفضل أبو فارس. أبو فارس تسمعني؟ يبدو أن هناك مشكلة في الاتصالات. رسالة على الواتساب يقول: أقترح أن تتحدثوا عن تجارة وصناعة وزراعة المخدرات في العراق وتأثيرها السلبي على المجتمع والدولة. أخي العزيز، دائما ما يتم تسليط الضوء على هذا الموضوع الذي يفتك بشباب العراق والمجتمع العراقي، إن كان من خلال برامج أو من خلال النشرات الإخبارية. أبو فارس من صلاح الدين يعاود الاتصال بنا، تفضل أبو فارس، مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا أهلا بك أستاذ العزيز. احنا جماعة الدجيل معاملات تعويض، التعويض الجرحى والشهداء. نعم عندنا أمنيات تابعة الأمن الوطني والاستخبارات ومساءلة وعدالة. نعم. والدفاع والداخلية، يعني هاي المعاملات جاي تتأخر علينا هواية. نعم أنا مقدم معاملة صار تقريبا من 4 أشهر ودفاع وداخلية البغداد تروح عن طريق البريد. نعم. ولحد الآن ما جاء يرجع لنا، كل شيء معاملاتنا مشمورة، يعني مهملة، نقدر نقول عليها مهملة، هي مو مهملة ولكن يعني حتى ناسيها، 4 أشهر 5 أشهر كنا مرات ما تجي الأمنيات مالتنا. فنحن الناس الخيرين خلي يعجنونا بالأمنيات مالتنا حتى نمشي المعاملات مالتنا. نعم إن شاء الله يوصل صوتك وكير. يوصل صوتك أو فارس للجهات المختصة وللخيرين حتى يلبون طلبك. نذهب إلى الملف الرابع، حيث سادت حالة من الغضب بين ركاب طائرة تابعة لشركة فلاي بغداد اليوم الثلاثاء بسبب تأخير رحلتهم لفترة طويلة قبل أن يتم تحويلهم للسفر على متن طائرة أخرى في موعد مختلف. حينما أقلعت الطائرة عادت إلى أرض المطار مرة أخرى بسبب وجود خلل فني فيها قبل أن يتم تغيير موعد رحلتهم للمرة الثانية إلى المساء.
تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطعا يبين مدى حالة الامتعاض والغضب بين ركاب الطائرة المذكورة جراء احتجازهم لساعات طويلة وسط مطالبات بتدخل السلطات الحكومية التي تغض الطرف كما يقولون عن هذا الموضوع الخطير المهدد لسلامة العراقيين. دعونا نشاهد هذه الصور. أمك عجايز يا ولد، عجايز حجي، أك عجايز ماتت. النشالة، الهتلية، كلهم هذول هتلية. طياراتكم تعبانة، بخاطرون وتسوون تفتحون تذاكر للعالم، هاي مرتين الطيارة تطير وتنزل، تطير وتنزل بها خلل فني. زين السفلة، هاي العالم شلون بهدل أباه. هاي كل ساعة ينزلونا بالمطار. هاي الشركة تعبانة. ساقطين السفلة، طيارات غير صالحة للطيران. نبقى مع شركة فلاي بغداد. يعاني العراقيون مؤخرا من تدهور كبير لقطاع النقل الجوي والشركات العاملة في العراق، وفي مقدمتها شركة فلاي بغداد التي تشير مصادر مطلعة إلى أن مالك الشركة هو عمار الحكيم أحد أبرز وجوه الإطار التنسيقي، ما يفسر تغاضي الحكومة كما يقول العراقيون عن حالة الفوضى واللامبالاة في هذه الشركة. وفي هذا السياق أظهر مقطع مصور آخر التقط حديثا إنزال ركاب إحدى طائرات فلاي بغداد بعد عدم تمكنها من الإقلاع بسبب خلل فني فيها، وتم إرجاع المسافرين إلى صالة مطار بغداد الدولي بحافلات للنقل لتعذر إقلاع الطائرة. في مشهد آخر يقول عراقيون يبين حجم المخاطر بأرواح المواطنين بسبب كثرة أعطال أسطول هذه الشركة، شركة فلاي بغداد. دعونا نشاهد. شو تريد؟ ساعدنا يا اخي، طول اسمع. بعد اذنك. غير مجال. شباب. غير مجال. الركاب ينزلون كلها تنزل من الطائرة، طائرة فلاي بغداد التي كنا فيها والتي لا تحمل وسائل الأمان. وبالتالي نحن في المطار وعدنا في الباصات الى المطار. دعونا نتابع اراء الجمهور العراقي حول هذا الموضوع. جاسم يقول: الى متى يبقى هذا الاستهتار والفوضى ولا يوجد من يحفظ حقوق المواطن؟ علي رياض يقول: افشل شركه طيران هي فلاي بغداد والله العظيم يقسم. اما كاظم ابو سجاد فيقول: هذا نوع من الاستهتار والاستهانه بالانسان العراقي، لو اكو خوف وعقوبات طرد من الوظيفه كان هسه تشوف شلون التزام بالوقت وتشغيل التهوية للمسافرين، بس ماكو خوف ولا التزام. أيسر يقول: لو أكو قوانين صح هاي الشركة حرامات عندهم رخصة طيران. نعم، مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة. نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم.
أهلا بكم مجددا. يعاني العراق من أزمة مزمنة ومتفاقمة بملف الطاقة الكهربائية في العراق، دفعت السوداني وغيره من رؤساء الحكومات المتعاقبة إلى إطلاق وعود لتهدئة العراقيين الغاضبين من الفشل والفساد الحكومي في معالجة ملف الكهرباء، إلا أن هذه التصريحات قوبلت باستهجان من قبل مدونين عراقيين قالوا بأن رئيس الحكومة مصمم على عدم إعادة الكهرباء للعراقيين وبتواطؤ مع أحزاب السلطة وميليشياتها، كما قالوا من أجل بقائه في المنصب واستمرار سرقة الأموال بذريعة استيراد الغاز من إيران. دعونا نستعرض عددا من التغريدات التي جاءت على وسم الكهرباء. وين؟ على منصة إكس. تقول فاطمة الموسوي: عمي وزارة الكهرباء، تدرون درجة الحرارة 52 وحضراتكم مطفين الكهرباء علينا؟ عمي شنو رأيكم؟ وين ننطي وجوهنا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نور الخير تقول: في سنة 2023 ومعاناة بسبب الكهرباء، ليش هذا الملف ما ينحسم وينحكي به ويحاسبون المتسبب؟ إلى متى الاستخفاف بحياتنا؟ سامر: تعرفون وين الجريمة والفساد بالكهرباء؟ من عندك كافة المنتجات النفطية لتشغيل المحطات، وتجيب محطات اللي تشتغل على الغاز، وإحنا ما عندنا غاز حتى نفيد أهل الغاز. يقول: الله لا يوفقكم. جمال يقول: بربكم، بلد يتجاوز عمر آلاف السنين ويمتلك ثروات طبيعية وميزانيات انفجارية، وكم هائل من المهندسين والعلماء والمفكرين، ولا تزال الكهرباء هي مشكلته التي يعاني منها 43 مليون مواطن من أبنائه، وكأنها معضلة تحتاج إلى معجزة كونية لحلها. الكهرباء وين؟ نذهب إلى أنفوغرافيك. يواجه العراق بعد مرور عقدين على الاحتلال الأمريكي له منذ عام 2003 عدة أمراض مستعصية وقاتلة وأوبئة فتاكة، في ظل تدهور أوضاعه الأمنية والسياسية واستشراء الفساد في البلاد وغياب الرقابة الصحية. يعاني نحو مليون عراقي مصاب بالفشل الكلوي من نقص العلاجات اللازمة وتهالك النظام الصحي، فضلا عن انتظار المرضى لأيام من أجل العلاج لعدم توفر أسرة في المستشفيات مقارنة بأعداد المرضى، ونقص في الطواقم الطبية في رحلة علاج متعثرة بين المستشفيات والمراكز الحكومية. المزيد حول هذا الموضوع في سياق الأنفوغرافيك التالي الذي أعده قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية. مصادمات من الشرطة أو شيء، لكن باكر نازلين احنا، شي يصير علينا خلي يصير نازلين.
هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.